السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله في نشرتنا الجوية. أجواء شديدة الحرارة مستمرة معانا، وأيضا استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية أيضا مستمرة معانا خلال 3 أيام القادمة، وأيضا سجلنا 53 درجة مئوية كأقصى حرارة على مدينة الجراها، وتراوحت ما بين 50 إلى 52 درجة مئوية على معظم المناطق البرية. 46 درجة مئوية سجلت على مدينة الكويت، أما درجة الحرارة حاليا 45 درجة مئوية، ورياح جنوبية سرعتها 10 كيلومتر بالساعة. أجواء خالية من السحب ورطوبة نسبية متدنية 13% و10 كيلومتر للرؤية الأفقية. امتداد منخفض جوي أيضا مسبب تحول الرياح إلى جنوبية وجنوبية شرقية، تستمر معنا خلال 3 أيام القادمة. أجواء أيضا مشمسة معظم الوقت خلال أيام الأسبوع القادمة، وأجواء حارة إلى تميل إلى الحرارة منتصف هذه الليلة، واستمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معنا سرعتها ما بين 10 إلى 32 كيلومتر بالساعة. درجات حرارة منتصف هذه الليلة تراوح ما بين 35 إلى 34 على السالمي والعبدلي، 36 متوقع على مدينة الكويت منتصف هذه الليلة، وتراوح ما بين 33 إلى 34 درجة مئوية على السواحل والجزر. استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية صباح الغد سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. أجواء تميل إلى الحرارة، ودرجات حرارة في السادسة صباحا تراوح ما بين 32 أو 31 إلى 34 درجة مئوية على معظم مناطق البلاد. أيضا أجواء خالية من السحب وشديدة الحرارة منتصف نهار الغد، واستمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معنا، رطوبة نسبية متوقعة على السواحل والجزر، لكن أجواء جافة وشديدة الحرارة على المناطق البرية 48 إلى 49 درجة مئوية على المناطق الغربية من البلاد، 48 درجة مئوية متوقعة على مدينة الكويت، وأيضا رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر بالساعة. الأجواء البحرية خلال 24 ساعة القادمة أجواء مناسبة وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج 1 إلى 4 أقدام ارتفاع الموج، لكن ننصح في هذه الأجواء شديدة الحرارة تجنب أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وشرب كميات من السوائل الكافية لتجنب ضربات الشمس وأيضا جفاف الجسم. أذان الفجر بمشيئة الله الساعة 3:16 4:51 موعد شروق الشمس، و 6:51 دقيقة موعد غروب الشمس بمشيئة الله. الأجواء المتوقعة خلال 5 أيام القادمة على مدينة الكويت، استمرار الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية معنا حتى يوم الأربعاء. أجواء شديدة الحرارة في رطوبة نسبية خاصة على السواحل والجزر، ودرجات حرارة متفاوتة ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية ليوم الأربعاء، وأيضا أجواء مشمسة معظم الوقت 33 إلى 34 درجة مئوية متوقعة لأدنى حرارة، والرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية أقصى سرعة لها 35 كيلومتر بالساعة ليوم الأثنين. تتحول الرياح بعدها إلى رياح شمالية غربية يوم الخميس والجمعة، وأيضا ارتفاع في درجات الحرارة متوقع 50 درجة مئوية على مدينة الكويت، ورياح شمالية غربية سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر بالساعة. أجواء شديدة الحرارة وجافة في نفس الوقت، أدنى درجة حرارة متراوحة ما بين 34 إلى 33 درجة مئوية، 49 متوقعة يوم الجمعة، ورياح أيضا شمالية غربية سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر بالساعة. تنتهي نشرتنا الجوية، وعودة زملاء بعد درجات الحرارة والطقس المتوقع حول العالم.